نجم بلدنا المحترم اللي مشرف نفسه على مستوى 27 محافظة المصرية، نجم محمد الجمل. بالله على السلامة نجم مصر، نجم تامر النزهي. نوصل الحاج اشرف الدكار، الحاج اشرف الدكار عالم السياحة. سلام على طول لسياده النائب. مفيش سلامات يا برنس يا ريس. سلام على سياده النائب محمد بزاد. سامحنا بس النائب محمد بزاد، تحيه من انت حلو يا جمل للضيوف، وانت حلو يا جمل. ابو منى بيصب على نجم مصر الاستاذ محمد الجمل. ابتكار اعضاء مجلس الشعب. يا حبيبي يا بابا يا بابا يا خرج زمانك، خد بالك من الدنيا واعمل حساب للاخره وسيبك من الدنيا. المعلم حنا بشرب ونادر في رعايه الله. يا ما خلقي ظلمت كتير وزلتهم الدنيا، شوف اللي قبلك يا فاني، شوف اللي قبلك يا فاني راحوا فين. جيل بعد جيل وده وعدي ومكتوب. وده وعدي هون، وده وعدي ومكتوب. الغني ويا الفقير في التراب نايمين، الغني ويا الفقير في التراب نايمين. يا عبدي ارجع وتوب، يا فاني ارجع وتوب، يا عبدي ارجع وتوب، يا فاني ارجع وتوب. دليلك مكتوب، دليلك مكتوب، دليلك مكتوب، هتشوفه فين الدنيا. وحياة حبيبك النبي اللي يحب النبي يبص لنا دقيقتين يا جدعان. امين. انا بقول كسرت بابك وغير بابك ما كسرتوش، قادر بابي مفتوح وعمري ما قبلتوش. كسرت بابك وغير بابك ما كسرتوش، قادر بابي مفتوح وعمري ما قبلتوش. يا سابر السابر استرنا ما تفضحش. شريف باشا المصري يصب عليك يا نجم مصر استاذ محمد، دي تحيه خاصه ليك يا باشا، وكله عشان خاطر 11 10 معلم خلف ايوب، ودي تحيه خاصه ليك يا باشا شريف باشا المصري. قرب هنا يا عم هاني يا مجدي. انا بقول كسرت بابك وغير بابك ما كسرتوش، قادر بابي مفتوح وعمري ما قبلتوش. يا سابل الستر استرها ما تفضحش، ولغيرك انت ابدا ما تحويناش. الحق يعلى واحنا على الحق. حياة حبيبك النبي تسمعني صوتك. الحق يعلى واحنا على الحق. الحق يعلى واحنا على الحق ما نناش. يا واخد العهد على عمك يا ابويا، على عمك يا ابويا، ما تعلى زي اللي قبلنا ما قالوا. العين على الحاجب، العين على الحاجب، ما تعلاش. واذا كنت بتحب يا عمدة، اذا كنت بتحب حب بس. لا 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 لا
إذا كنت بتحب حب بس لازم تكون حساس عم مصر عم تامر النزهة الحمد لله على السلامة وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما عم ناصر سلامة حبيب قلبي عم ناصر سلامة أبو حنين عم ناصر سلامة تحية جميلة لي وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا وضع الناس وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس بص يا باشا دي 50 شمعة تحية خاصة ليك يا باشا الباشا محمد الشيمي بيصبع عليه باشا محمد الشيمي بيقول الجمل هو برضه الصعيدي الصعيدة اللي صعده عم محمد الصعيدي بيصبع عليه كنيفة مصر عشان خاطر الخواجة بقول لك الكلام ده من تاني برضه تحية خاصة باشا بقول كسرت بابك وغير بابك ما قصدتوش قادر بابي مفتوح وعمري ما قفلتوش يا سابي الستر استر ما تفتحهاش من غيرك انت ابدا ما تحوجناش الحق يالا الحق يالا واحنا على الحق ما نعلاش يا واخد العهد على عمك يا اخويا ما تعلاش زي اللي قبلنا ما قالوا العين على الحاجب العين على الحاجب ما تعلاش وإذا كنت بتحب حب بس لا لا لازم تكون حساس وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ودع الناس وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس اللي ما ترضكش على روحك ما ترضكش يا اخويا على الناس كلام حقوله يا قلبي يا ريت يسمعه كل الناس تحية من عم سعيد الزفتاوي اللي بيصبع عليك يا جمل وطبعا احنا بنحيي رئيس حمود ابو هلال بنحييه بس الراعي الرسمي المهرجان النهارده نجم مصر استاذ محمد الجمل اخو هشام الطحاوي استاذ محمد الجمل صاحب الدعوه الكريمه بنحييه وبنصبع عليه وإذا كنت بتحب حبي بس لازم تكون حساس وفتش على روحك وفتش على روحك وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا وضع الناس وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس اللي ما ترضكش على روحك ما ترضكش يا اخويا على الناس كلام حقوله يا قلبي يا ريت يسمعه كل الناس يا ما كان على الدنيا في طوال قبلنا بيقولوا ما احنا احسن ناس صبح عمر مايم يا اخويا وبيدوسوا عليهم الناس انا بقول لك اسمع واللي يحب سيدنا النبي اسمع دنا 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 الله دنا 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 بعد اذنك يا عم هشام يا طحاوي تعالى هنا يا هشام يا طحاوي دنا 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 ابو تيبي دنا 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 يا هشام يا طحاوي يا هشام تعالى هنا دنا 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 طب ايه يا دنيا يا دنيا يا هشام يا طحاوي طب ايه يا دنيا يا دنيا ايه هو انت عايزاه مين انا مش عايزه وقت وقت يا هشام يا طحاوي يا دنيا ايه هو انت عايزاه مين مين ايه بطارة يا دنيا بطارة صحيح بطارة يا دنيا وصل الشيخ لنا ابو رفيع والشيخ لنا ابو رفيع كل بيت ابو رفيع العرب والعربان الشيخ لنا ابو رفيع والشيخ طلع ابو رفيع العرب والفرحة اللي عادت على خير كل الحبايب قول يا جمل يا شمع تحاوي طب ايه يا دنيا يا دنيا ايه هو انت عايزان
على راحتك واعملنا بدالك ما بدالك فينا العبي العبي على راحتك فينا. يا عم الشام يا تحاول بعد اسمك يا شام يا شام يا تحاول انت يا جدع تعالى يا عم عايز اقول لك حاجه يا عم غدارة يا دنيا المعلم رضا معلم رضا معلم رضا بقول لك انت في القلب من جوه غدارة يا ابو حنين المعلم علاء طلع السلامة راس ابراهيم غدارة يا دنيا ونطلع الحلو ونطلع ساكة طب العبي العبي على كيف الدين وحياة حبيبك النبي اللي يحب النبي يرفع عينه لفوق واحمد بيك حموده والفرحه اللي عدت على خير برضك بتصبح عليك يا جمل والنبي يا هشام اتحاول تعالى هنا يا هشام عاوزين نفوق الفرح يا هشام الله يخرب بيت كده يا عم يا هشام يا تحاول مش هينفع والله يا عم الوقيه بقى الكراسي للناس يا نهار اسود عايزين نفوق الفرح يا عم هشام وحياه حبيبك النبي عاوزين نفرح يا عم مع بعض فوق العبي العبي على كيف السمع من محمد النبي واعملنا بدالك صلى على النبي يا جدعان وحياة سمعنا استنى 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 وحياة حبيبك النبي اللي بيحب سيدنا النبي يقوم يقف دقيقة واحدة من على الكرسي اللي بيحب سيدنا النبي يقوم يقف دقيقة واحدة من على الكرسي اللي بيحب هشام الطحاوي يقوم يقف دقيقة واحدة واللي يحب النبي يقول Oh,
على سيد الولايه وعندنا 30/9 الحاجة حمادة 30/9 وحسام الظابط 4000 جنيه حسام الظابط وبياضة بيزود 100 ودي علشان كلمص الشيخ عبد الله بطارق فينا كلمص الشيخ عبد الله بطارق شيخ العالم كل ياتا برفيع سعيد السلمي ب1100 اصحى للبطارية اصحى للبطارية بتولع صلى على النبي تحيه جميله لكل الصلاه الحضور استنى ربي شكرا تحياتي يا نصبر بقى الله يخرب بيتك تحيه جميله لكل الساده الحضور وطبعا هشام الطحاوه اخويا وصاحبي وانا كده كده موجود معاكم شكرا تحياتي لكم محمد الجمل يلا وحش.